السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين مشاهدي الأعزاء، أنا معكم إبراهيم ديال العقارات بلاس. اليوم سنقترح عليكم عقار من الفئة الكبيرة اللي تتواجد في منزل اللي تكون نسلي وجوج نتاع الطوابق، كل طابق فيه شقة واحدة. الشقة نتاع اليوم فيها جوج نتاع الزوجات، مساحة إجمالية 105 متر، ثمن جد مناسب فقط 48 مليون، وتم إن شاء الله راه قابل للنقاش. كما تلاحظوا بالنسبة للصباغة كاملة بلاتينية، أرضية فاينس من نوع جيد، سراجم ألومنيوم لبوات إلكتريك تاع بروتيك أوتو. العقارة تاع اليوم تكون لنا من صالون اللي هو هذا كما تنشوفوا في صالون، مساحة كبيرة وسط الدار، وثلاثة نتاع الغرف نتاع النوم، ومطبخ وحمام ومرحب. فعلى بركة الله ندخلو في الوصف نتاع العقار تاع اليوم. من قبل ترحب بالجميع الناس اللي أول مرة تدخل القناة تاعنا ولا اللي شافوا الفيديوهات تاعنا، مرحبا بهم. متنساوناش بالدعم لهاد القناة باش نستمروا في نشاط المزيد إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي تهمهم الموقع، فإحنا سنتواجدو عين سلوبي البساتين. سندخلو تلقاو الصالون، وحدي الصالون غادي تلقاو الغرفة اللي نسميوها الغرفة رقم واحد. الغرفة رقم واحد ديال البلاكار تاعها، البلاكار ديال الام دي اف، شكون تاع البوليس سجل مغلف كامل. بالنسبة للشقة نتاع اليوم، شقة تتواجد في الطابق الأرضي تاع هاد المفتحة اللي جات أونفاس مع الباب، تتبينا الشقة أكثر ما جاتش على شكون تاع الطوال. جات وسط الدار مفتوحة على الصالون وعلى الغرف، عطا واحد المساحة كبر للشقة نتاع اليوم. عندنا المطبخ هو هذا لي بلاكار من نوع تاع الام دي اف. بالنسبة للمطبخ تيجي معاه الفران بوطا لهود، محاذي لهاد الغرفة ولا عفوا للمطبخ. تلقى البيت نتاع الفلاش ولا البيت نتاع الماكلة، تيبقى اختيار تيبقى الانسان يفتحها على شكل تاع صالون وجرا، ممكن تيبقى على حسب الاختيار نتاع كل واحد. عندنا هنا الغرفة رقم ثلاثة، كما تلاحظوا الدار تتكون عندها جوج نتاع الوجهات، فجميع النوافذ تتكون عندهم إطلالة نتاعهم مباشرة على الشارع. من الحمام هو هذا، عفوا ولا طواليت اللي راه مازال عندها مساحة تحت من الدروج اللي ممكن انك تستعملها في الماكينة نتاع الصابون والمجموعة تاع المسائل. عندنا الحمام المشترك، فيه لافابو وفيه طواليت وفيه رشاش. عندنا هنا في هاد الكولوار الباسك لافابو. إذا العقار تاع اليوم تنتمناو نكونو وصفناه كما هو. لا تنسوناش بالدعوة نتاعكم. كان معكم أخوكم إبراهيم، دمتم في رعاية الله، وإلى عقار آخر وشقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.